واحد النهار كيكتشفوا واحد السيد خارج من واحد الشرجم صغير من ذاك الموطيل وتلاح في وسط الطريق وتلاح تيه غوت وعريان. كل رمى ذاك السيد من ذاك الشرجم وكيدار حتى الطرمة من تما. وعلاش الطرمة وعلاش هو عريان؟ البوليس ما فهموا حتى شي حاجة في هذاك الشيء. شنو واش شي جن هزو رماه من هذاك الشرجم؟ واش شي قوة غريبة خرجت له من فوسط هذيك في ذاك الجداول اللي كيصاوب ولا ذيك الروينة اللي داير تمايا؟ شكون اللي رماه وعلاش طرماه؟ البوليس ما فهموا حتى شي حاجة. تحد ما دخل عنده سد عليه الباب من الداخل، الناس يهدوا عليه باللي راه مشى شرب خور ومشى شرا كوطليط وكذا وكذا وكذا. هذيك الرمية اللي طرمها من ذاك الشرجم بديك المسافة كاملة من الموطيل حتى لفوسط الطريق، والموطيل فيه واحد الكاسكيط واحد الباش ديال مالي الحوانت من فوق من داز تقطع ديك المسافة كاملة حتى الطريق، والطرمة كيغوت وزراق من هنايا واللون ديالو صفر، واحد الصفورية ماشي طبيعية، انه كأنه كل شي حاجة.